يلا قولوا لنا صباح الخير، اهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان الوراقي. صباحي عليهم يا لولي، يا قولوا لهم صباح الفل. لا دلوقتي لولي بقى ايه، انا هعمل معاكم حاجة لان هي جت معايا امبارح بصراحة، يعني بالصدفة كده اهوت من غير تصوير يعني. فكنت انا قاعدة وحطيتها على الارض، قلت احطها كده بعيد عن بعيد مني على الارض شوية، فلقيتها شغالة حاسة الشم عندها، اكتشفتها بقى امبارح ولقيتها اللي هي بدأت تجيني يعني. فدلوقتي بقى ايه هوريكو، ما هحطها بقى ايه كده بعيد ايه شوية، تعالي من اول هنا كده اهي. لولي لوتش لولي، كده هتبدأ تشمشي معايا. استنى استنى، طلعت ايه؟ سبحان الله، هي لسه بتتعلم المشي كمان يعني، تقع وتتقلب كده وتعدل نفسها لسه. شايفين بتشمشي. سبحان الله. نمسك بإيدي أبدأ وفرها. أهو ماسكة في بدأ وفرها. انا اللي بعدت ايديا شويه عنها عشان نشوف هتعمل ايه. احنا معاكم في الفيديو ده من ده يعني، هي تدريب يعني. لولي لولي يا لولي لولي لولي، قربها شويه من هنا بعدين ابعديها لولي لولي. لا تعالي هنا، ايه كده ابتدت تشيل. انا بدربها بقى. هي على فكرة تقريبا حاسة الشم عندها عشان هي لسه صغيرة برضو، هي تقريبا ما بتشمش الحاجات البعيدة جامد يعني. شايفين المنظر؟ كده عشان ايه؟ سبحان الله، كل يوم بقى ايه يعني. انا زي ما انتوا عارفين بقى كده اللي انا ببقى مهتمية بيها، زي ما وريتكم امبارح كده يعني، بحطها في الشمس كل يوم كده 5 دقايق عشان يعني عظمها كده يتقوى. في برضه حاجة كمان برضه بنضفها. التنظيف ده لسه انا لسه ما صورتهوش، هصور لكم برضه يعني انا بنضفها ازاي يعني. انتوا شفتوا وريتكم طبعا ازاي اللي انا برضحها. طبعا هي حاجة جميلة بصراحة، وخصوصا الحيوان كمان يعني، تربية القطط او اي حيوان انتوا بتربوه بيبقى يعني بصراحة بيبقى حنين جدا، مع لو متعلق بيكو مع ايه. يلا تعالي كده اهوت، تعالي كده
لولي 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 يا اختي عسى لا تعالي تعالي ده لسه ده انا لسه هدربك بس هنعمله بقى تدريبات تانية شايفين انا بعمل ايه؟ واحدة صبعي كده عن اهي عشان تعرف تشم جاي عايزة تقف بس يلا يلا تعالي يلا كفاية كده يلا نقول لهم يلا السلام عليكم. أتمنى حبايبي للفيديو النهاردة يكون عجبكم ويعني وتكونوا استفدتم منه، ولو عجبكم القناة ياريت كده تدعمونا كده بالاشتراك في القناة، وما تنسوش تفعلوا الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل فيديوهاتي اللي أنا بقدمها في القناة أول بأول. على فكرة قناة متنوعة بقدم فيها كل حاجة، هتلاقوا ادخلوا في جوه في قوائم التشغيل هتلاقوني حاطلكم كل حاجة انا بعملها في القناة في كل تخصص يعني في لوحده. قناة جميلة جدا جدا وفيها حاجات كتير يعني مفيدة بصراحة، يعني مش مسألة اللي انتوا شفتوا مثلا انا بقدم يعني القطة النهاردة فتبقى القناة مثلا، لأ القناة فيها حاجات يعني بقدم حاجات جميلة جدا. ادخلوا في قوائم التشغيل وشوفوا، وهتلاقوا برضو حاطلكم بعض قوائم التشغيل في صندوق الوصف لو حابين ان انتوا تحطوها. مش حاطة طبعا قوائم التشغيل كلها، دي جزء منها في قوائم في صندوق الوصف، بس لو انتوا دخلتوا القناة هتلاقوا كل حاجة انا عاملاها. يلا لما طلعت على ايد ماما بطلت تنونو حست بالامان. ويا ريت كده تدعمونا كده باللايك والشير عشان الفيديو يوصل لناس كتير وتشوف كده سبحان الله. اتفرج كده يعني في القناة وفعلوا الجرس على الكل. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.